وملعوبة سريعة ويلهامسون ربما الله برافو قال البطل الهلاليين سيحاولوا التسجيل مع النصف ساعة الأولى برافو بتسجيل هدف مبكر في مرمى الفريق الاتفاقي عن طريق ويلهامسون شوف عادة للتمريرة الطويلة حلوة من ولي الاستغلال والسرعة خلف الكرة وبالتالي الهلاليين يتقدموا بهدف للا شيء بلا شك سيريحهم كثيرا وكثيرا جدا في الدقائق القادمة ويلهامسون سعيد بالهدف وعاد من قطر ليلعب مع الهلال في أيام بسيطة.